مساء الخير. النهارده بقى على غير العاده الاسابيع اللي فاكر الجو كويس، النهارده بقى الجو مطره وزرع زعابيب وحاله بلا، فهنعملها من جوه المحل المره دي مش هنطلع بره. بس كان واحد عيان فما مقدرش اعمل حاجه، كانش عندي صوت اصلا حتى مش عارف اتكلم ولا اي حاجه، فحتى ما خرجتش من هنا خالص يعني. حتى لسه يعني الموضوع مش 100% زي ما بقول حتى يعني. مساء الخير عليكم. طب هو موضوع يعني ايه كالعاده برضو يعني هنتكلم في موضوع عبيط يعني كده، والاهم يعني الناس يعني لو عندها اسئله ممكن يجاوب عليها واحنا بنتكلم المره دي. الموضوع ده ليه علاقه يمكن ببوست انا كنت كتبته قبل كده في موضوع ان اهميه الجامعه وان الجامعه مهمه والكلام ده، وطبعا كان الموضوع مش كل الناس كانت متفقه وده كان طبيعي يعني. لكن هو يعني حتى جت بالنصيب كده، كان بعدها الحلقه جت بتاعت يعني بعد ما عملت البوست بشويه جت حلقه بعديها حتى بتاعت الدحيح اتكلمت في حاجه شبهها، حركه حته اللي هي السرفايفل بايس، فكره ان الناس لما بتتكلم عن موضوع الجامعه ده بتبقى دايما اذا كان حد يكمل جامعه ولا ما يخشش جامعه ولا يدروب اوت من الجامعه والكلام ده، كل الناس كانت دايما بتطلع الامثله المشهوره بتاعت الناس اللي سابت الجامعه وبقت وفي نفس الوقت بقت ناجحه وكل حاجه، بقى ستيف جوبز وبيل جيتس والحاجات دي، وكان ده هو يعني ده بقى مرتبط بانك انت تسيب الجامعه او تسيب التعليم الجامعي يعني عموما، مع ان هو ما بيذكرش مثلا او ما يعرفش عن الالاف والمئات الالاف الناس اللي عملت كده وفي الاخر ما وصلتش لحاجه يعني، وده اللي بيسموه سرفايفل بايس، انك انت بتبقى عندك تحيز للحالات الناجحه وبتهمل الحالات اللي ما نجحتش. فهو الهدف حتى لما كنت بتكلم في موضوع ان الجامعه مهمه مش الجامعه مهمه، مش ان انت ان الجامعه هتضمن لك انك انت هتنجح في حياتك او على الاقل هيبقى عندك يعني فرص احسن في النجاح، هو انت بتقول انك انت بتاخد الموضوع من مبدا ان انت محتاج في الكلايمت اللي احنا فيه اليومين دول، ان في منافسه جامده جدا في السوق the more you know the better you have a chance يعني وكده، فانت بالنسبه لك الجامعه يمكن احسن وسيله انك انت على الاقل تستعد اللي جاي قدام. هي ما تقدرش تضمن لك حاجه، مش حاجه تضمن لك حاجه، الجامعه مش هدفها تضمن لك شغل. يعني لو هدفك من الجامعه انك انت عايز تطلع عشان عايز تشتغل وظيفه معينه، الجامعه مش هدفها قوي تضمن لك الشغل، يعني الجامعه هدفها انها تعلمك. الشغل ده بقى حاجه حسب الوظيفه، يعني الوظيفه محتاجه مهارات ايه بالاضافه للعلم اللي انت واخده مش عارف ايه، الكلام ده بقى عليك انت، لكن الجامعه نفسها مش هدفها مش مكتب توظيف يعني الجامعه. وبالذات بقى لو بتتكلم كمان في التعليم في الجامعي اللي هو الاعلى من اللي هو البوست جراديويتس بقى اللي هو زي ماجستير ودكتوراه والكلام ده. فالاهم انك انت قبل ما حتى تدرس كل حاجه انك تخش بموضوع بالمايند سيت المظبوطه، يعني انا مش هدفي ان انا اخش الجامعه علشان هي مجرد انها مرحله باخدها وخلاص علشان بعد كده اروح اشتغل، لا انا هدفي ان انا داخل اتعلم لان المجال اللي انا عايز اتعلمه ده غالبا مجال صعب، مجال محتاج يعني it's knowledge work، محتاج knowledge كتير، محتاج ان انا ابقى فاهم، ودي وسيله اللي هي الاحسن وسيله موجوده حاليا. طبعا السيلف ليرنينج والكلام ده شيء مفروغ منه، انت محتاج طبعا طول الوقت انك تعلم نفسك، لكن ده لا يعني ان الجامعه مش مهمه، بالعكس بالذات في مصر بالذات الجامعات الحكوميه، انا بتكلم عن الجامعات الحكوميه، النهايه على كل المشاكل اللي فيها، ففي الاخر بالذات في الكمبيوتر ساينس برضه عشان نخليني يعني كمبيوتر ساينس كمبيوتر انجينيرنج اللي هي المجالات دي، الفروق في الماده العلميه مش كبيره قوي بالنسبه للجامعات بره، بالذات لما بتتكلم في الجامعات الكبيره يعني كان القاهره عين شمس اسكندريه حلوان مش عارف ايه، الجامعات الكبيره عموما الفروق في الماده العلميه مش كبيره. فانت ممكن جدا تاخد مثلا 75% من المستوى التعليمي اللي موجود في الجامعات اللي بره، وانت ما بتصرفش تقريبا حاجه مقارنه بالجامعات اللي بره. يعني لما تيجي هنا لما الواحد سافر وعاش مع واشتغل مع ناس ومش عارف ايه، لما بيشوف الناس بره بتقعد قد ايه تدفع ديون التعليم الجامعي بتاعهم وكده، اللي هو لان هم عشان يدرسوا بره اغلب الجامعات
عالية جدا، فبيضطر ياخد قروض، فبياخد قروض جامعية وقروض تعليمية ويضل يدفع فيها. تلاقي مثلا واحد منهم متخرج من الجامعة مثلا عليه 65,000 دولار قروض قروض يدفعها، فممكن يقعد 10 سنين يدفع فيهم مثلا. فلما تيجي تحسبها تقول طب احنا يعني الحمد لله احنا دخلنا جامعات ما كانتش يعني حتى لما كنا نصرف من جيبنا ما كناش نصرف يعني هذا القدر من الاموال يعني، وطلعنا على الاقل على الصفر يعني، طلعنا علينا فلوس ولا لينا فلوس ولا اي حاجه، طلعنا كده ايه اللي هو نبتدي حياتنا من على الصفر. لكن اغلب الناس بره بتطلع بتتخرج وهي تحت الصفر مثلا ب 20,000-30,000 دولار. فطبعا حتى لو انت مش بتاخد 100% من التعليم اللي بياخدوه بره، فانت على الاقل مش خسران خالص يعني. انت واخد 70% او 75% ببلاش، غير لما تاخد 100% مثلا ودافع 100,000 دولار ولا بتاع. فده يعني ايه لو هتاخدها حتى من باب البروجراماتي خالص يعني من باب اللي هو الفاليو نفسها. ده لا يعني ان في مصر لو انت عندك فلوس وعايز تصرف ان مفيش اوبشنز كويسه. في اوبشنز كويسه جدا في مصر، حاجات زي اليو سي والجي سي والحاجات دي ممتازه جدا. ولو انت ما عندكش مشكله في الفلوس او عندك مثلا منح او اي فرص، التعليم اللي هتاخده هناك يمكن احسن كتير حتى من جامعات بره موجوده كتير. فالقصد عليه في الاخر ان هو ايه، دونت ديسمس التعليم الجامعي علشان انت في مصر مثلا او عشان التعليم في مصر وحش او في الدول العربيه او كده. بالعكس يعني بيبقى في فرص كويسه وانت مش بتتكلم في الصفر يعني. غير انها بتبقى مرحله يعني، حتى لو مش الهدف انك تتعلم من الجامعه كلها 100%، انت بتتحط في بيئه، البيئه دي كل الناس ما بتعملش حاجه تانية غير انها بتذاكر او بتدرس النوع ده من السبجكت يعني، بتدرس كمبيوتر ساينس انجينيرنج، بتدرس مش عارف ايه. فبيبقى عندك فرصه انك انت تتعلم حتى بطريقه غير مباشره، من مش مثلا من المحاضره او مش لازم من السكشن، انت بتتعلم من وجودك مع الناس دي، بيتكلموا بايه، بيدرسوا ايه، هنقرا ايه، مش عارف ايه. وجودك في البيئه دي مهم جدا برضه. الحاجات دي بقى صعب جدا انك انت تعيد انتاجها بره الجامعه، انك انت بقى تقعد مثلا سواء انت عايز تدرس مع نفسك او عايز حاجه، انك تقعد تعيد انتاج الموضوع ده، البيئه دي صعبه جدا تعملها. غير طبعا العلاقات اللي بتبنيها جوه الجامعه يعني، اغلب الناس انت بتتعرف عليهم النهارده اللي هم قدك في السن او اكبر منك مثلا دفعات اللي قبلك ومش عارف ايه، اديهم 10 سنين ولا 5 سنين هتلاقي كل واحد بقى في شركه ولا شغال هنا ولا سافر بره ولا مش عارف ايه وبتاع. هتبني دي بتبقى ايه اللي هي النواه، الشبكه العلاقات بتاعتك يعني لحد النهارده يعني لحد النهارده. يمكن من النعم ربنا يعني ان احنا كجروب مثلا دفعتي مثلا وكده ان احنا لسه مرتبطين ببعض جدا. فحد النهارده مثلا فلان عايزين حد بيشتغل في كذا، حد بيشتغل في كذا، محتاجين ريسورس في كذا، محتاجين كورس كذا، ما بتاخدش مثلا 3 4 دقايق لما على الاقل توصل اللي انت عايزه. بمجرد بس انك تبعت مسج على واتساب جروب ولا على فيسبوك جروب ولا اي حاجه فيها زمايل. فالحاجات دي بتفرق جدا يعني، حاجات رفيعه دي بتفرق جدا. ما تحقرش من شأن الجامعة علشان بس انت بتسمع مثلا ان مستوى التعليم سيء او مش احسن حاجة. لا بالعكس، في حاجات مميزات كتير جدا غير الفايدة المباشرة اللي انت بتتكلم فيها. كان في بس انا لقيت ناس عملت في اسئلة وناس بترد على بعض، فعايز بس ابص عليها لحظة اتأكد بس ان مفيش حاجة. عايز اعمل ماجستير كوتن جديد في كندا، ايه افضل جامعه في كندا اقدم فيها؟ والله بص انا يعني انا ما اعرفش قوي الجامعات بره عامله ايه، بس في كندا بالذات انا فاكر لما كنا في مايكروسوفت كان في جامعه محدده اللي هي تبان ووترلو، كانت اغلب الناس اللي بتبقى جايه من كندا غالبا جايه من الجامعه دي، والجامعه دي كانت سمعتها طيبه جدا، جامعه ممتازه يعني. فاعتقد ان الجامعه دي لو قدرت، جامعه ووترلو يعني، لو قدرت انك انت تشبك فيها مش هتندم يعني. بالنسبه لطالب هندسه حاسبات ازاي تستفيد من الاجازه؟ ده اللي احنا قلناها كذا مره قبل كده، يا اما انك انت تدور على فرصه تدريب في شركه او في حاجه، او انك انت تعمل مشاريع مع نفسك او تاخد كورسات. كل دي فوائد، كل دي حاجه كويسه قوي يعني عارف، يتزود مهاراتك، يتزود معلوماتك، يتزود خبراتك، كل ده مفيد. ادي حد بيسال على موضوع الجفاف العينين من القعده قدام الكمبيوتر ومش عارف ايه. هو المفروض طبعا يعني انا كل ما اروح لدكتور عينين عشان كشف طبي ولا اي حاجه، نفس الحاجه بيقولها انك انت عينك جافه طبعا عشان طول ما قاعد فاتح عينيك قدام ما بترمش كفايه. فبيديك طبعا قطره من القطرات اللي هي المرطبه دي اللي هي العاديه، وطبعا انك ترتاح يعني. هو طبعا حاول انك انت تقلل
استهلاكك للدامن سكرينز طبعا ده على قدر المستطاع. لكن يعني خلي دايما انا دايما عندي على المكتب في اطرم, اي اطرم اللي هي الاطرات المرطبه اللي هي مش حاجه مش دواء يعني, بس ما هي حاجه بتترطب يعني, ده ابسط حاجه يعني. تعليم الجامعه ولا تعليم الكورسات احسن؟ بص تاني انت ما تحطش نفسك في اختيارات الصفريه دي, انت محتاج كل اللي تقدر عليه. تعليم الجامعه مهم, هيديك الماده العلميه اللي هي الاكاديميه دي, مش هتلاقيها بره, دي مش هتعرف تلاقيها في كورس مثلا في مركز بتاع, هتلاقيها غالبا ممكن بقى في حاجات زي اونلاين ليرنينج ومش عارف ايه, وهتاخد منك وقت ومجهود اكتر عشان تفهمها مع نفسك غير لما تدرسها في جروب جوه جامعه. السيتنج بتاع الجامعه ده مهم برضه, وتمتحن فيها ومش عارف الكلام. فانت محتاج الاثنين, انت محتاج انك تدرس الماده العلميه على قد ما تقدر في الجامعه, والكورسات بتنفع في الحاجات بقى اللي هي التكنولوجيز مثلا مش عارف اللي هي الحاجات تكنولوجيات السوق والكلام ده, ده مفيد فيه. لكن اللي عايز يتعلم مثلا لغه برمجه ولا بتاع ولا فريم ورك ذاتس فاين, ده ممكن تتعلمه على في كورس ولا بتاع. لكن الماده العلميه لو انا عايز ادرس مثلا عايز ادرس كمبيوتر ساينس مثلا الجوريثمز داتا ستراكشرز ديستريبيوتد سيستمز كريبتوغرافي مش عارف ايه الحاجات دي محتاج تدرسها في جامعه يعني. طبعا مش كل الناس متاح ليها الفرص دي, ساعتها بقى نتكلم في الترناتيفز, بس لو قدامك الفرصه ما تضيعهاش. عندنا مش قلبه يا باشمهندس المواد, ماشي خد اللي تقدر عليه وكمل انت يعني عارف ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني خد على قد ما تقدر يعني مش لازم يعني مش لازم يبقى يا اما صفر يا اما 100, لا ممكن تيجي درجات في النص, ممكن تاخد 20% ممكن تاخد 50% ممكن تاخد 70% وتبر اللي تاخده خده وكمل انت عليه, بس احسن من الصفر. يعني في بالظبط يعني محمد عبد العاطي بيقول نفس بيقول يعني بيدي مثال حلو على حته اللي هو احمد علي رسب مش عارف 22 ماده قبل كده وبعد كده اشتغل في جوجل, وهو نفسه كذا مره طلع اتكلم في اهميه الجامعه يعني. ده مش يعني انا طبعا مش هتكلم باسمه يعني, انا متاكد ان هو يعني قال الكلام ده اكتر من مره, بس الفكره تاني اللي هو مش الجامعه مش هدفها انك انها تشغلك في حته, هي انك انت تاخد بقى العلم تاخده ازاي وتاخد حاجه ترجع لك انت, بس تاني الجامعه يعني ما تضيعهاش من ايدك, لو ايدك ما تضيعهاش. بالنسبه للماستر ديجري بره مصر في مجال الشغل بتفرق ولا لا؟ تاني الجامعه مش هدفها تعلمك تشغلك, يعني ماسترز ديجري مش هدفها انها تلاقي لك شغل, يعني لو انت النهارده مش لاقي شغل بالبكالوريوس غالبا الماستر مش هيعمل فرق كبير. اوكي الماستر اللي بيعمله انك انت بتتعمق اكتر في مجال معين, يعني انت مثلا عايز تدرس مثلا كمبيوتر فيجن ليتس سي, فانت معاك مجموعه معلومات خدتها في الاندر جراديويت مثلا في البكالوريوس عن الكمبيوتر فيجن, بس مش كبيره قوي يعني رؤوس مواضيع. انت بقى عجبك الموضوع ده وعايز عايز تشوف بقى ما يعني ما اخر وصلوا ليه في هذا المجال, فبتخش تاخد ماستر ديجري في الكمبيوتر فيجن مثلا. اوكي فانت دلوقتي انت المفروض انك انت يعني بعد ما تدرس ده الى حد ما تدور على نفسك انك انت ايه يعني اكسبرت ليفل او ادفانسد ليفل في الاكاديميه بتاعه الكمبيوتر فيجن. هل ده بالتالي ياهلك انك تشتغل في شركه بتشتغل في الكمبيوتر فيجن؟ هو اكيد هيساعدك, لكن مش معنى كده انك انت بقيت بالتالي هتشتغل تاني يوم يعني. اوكي انت هتبقى عندك معلومات اكتر من الافريج بيرسون اللي بيتكلم في المجال ده, لانك انت درست قعدت درست الموضوع ده كذا سنه ويمكن كمان كتبت فيه بيبرز وعملت فيه امتحنت فيه وبتاع يعني اللي هو قعدت ده شغلك الشاغل فتره كبيره. لكن هل ده هو بالتالي هيأهلك دايما تشتغل؟ دي حاجه بقى ترجع لظروف الوظيفه, لكن تاني الهدف انك انت كنت عايز تتعلم. هو الناس بتعيد الاسئله تاني ولا انا اللي بقى؟ بالنسبه لخريجين تجاره من فرع ادبي ثانويه عامه, هل في فرصه لدراسه علوم الحاسب في مصر او بشكل عام؟ دي بقى ما اعرفش بقى تفاصيل مكتب التنسيق الصراحه يعني. لان اغلب كليات سواء الهندسه او كمبيوتر ساينس بتاخد علم علوم او سوري علم رياضه او بكتير قوي علم علوم في قسم من اقسام البسيطه في كمبيوتر ساينس. لكن ادبي الصراحه ما اعرفش, ما اضحكش عليك. ويمكن دي من الحاجات اللي كانت ساعات بتلخبطني من كتير لما بيجي لي الموضوع ده, انا كنت بحب الكمبيوتر وبحب مش عارف ايه ودخلت ادبي. طب دخلت ادبي ليه يعني؟ ما انت محتاج تدرس رياضيات يعني. لكن اكيد هتلاقي فيه حاجات مثلا قريبه شويه, بس صراحه ما اقدرش اعرف يعني, محتاج بقى تشوف حد في مصر
دارس قوي نظام التعليم في مصر وعارف ايه ده اقرب لو انت عايز تخش من الادبي يعني. بس كصراحه مش ما اعرفش صراحه. تاني حسابات عين الشمس نصحني بايه وامتى اقول على نفسي جاهز؟ هو انت عمرك ما تقدر تعرف انت امتى جاهز للشغل يعني. انت بتعمل اللي عليك، انت بتشتغل وتذاكر وتجرب وتعمل مشاريع وكل حاجه، وفي نص بتقدم على شغل يعني. يعني انت مثلا في ما بين في الاجازه بتاع الثانيه وثالثه ولا ثالثه ورابعه ولا واتيفر، انت بتقدم على تدريب وتقدم وتعمل كل اللي تقدر عليه وتشوف ايه اللي ناقصك وتذاكر وتخش لغايه ما تلاقي اشتغلت يعني. هو يعني عارف ما تضيعش وقت في انك انت انا مش عارف مش قادر اخد الخطوه عشان انا مش عارف كنت جاهز ولا لا. ما انت ممكن عمرك ما تقدر تعرف انت جاهز ولا لا، فانت خد الخطوه وخلاص يعني. انت اعمل عليك وذاكر وخد الخطوه. دخلت الانترفيو لقيت نفسك مش عارف تحل كويس او ما فهمتش كويس او مش عارف ايه، شوف ايه اللي عملته غلط وارجع ذاكر وخش تاني وهكذا لغايه ما الموضوع يمشي معاك. لكن انت صعب من البدايه انك انت تقعد بقى انا هقعد استعد للوظيفه اللي انا ما اعرفش ايه اساسا وبعد كده اخش لها. مش صعب، هتلاقي غالبا نفسك مش قادر تظبطها صح يعني. طب اللي في هندسه قسم مدني، انا شغال في البرمجه دلوقتي بس عايز اتعلم سي اس، تنصحني احول؟ والله لو انت لسه جوه الجامعه وانت يعني الى حد كبير مطمن او يعني ضامن انك عمرك هتشتغل في المدني وقدامك فرصه تحول، لو انت مثلا في سنه رابعه خلاص مفيش مجال تحول يعني، خلاص خلص الجامعه دلوقتي خد الشهاده بتاعتك وبعد كده شوف عايز تعمل ايه. لكن لقيتها في سنة أولى مثلا ولا بتاع، ممكن ساعتها تقول أنا ممكن أحول كمبيوتر ساينس مثلا أو أحول حاسبات هو الناس حاسبات أو whatever يعني. فيعني إيه برضو خليك براجماتي شوية في الحتة دي، اللي هو يعني ما تبقاش خلاص فاضل لك كام شهر وتتخرج مثلا وتقول هبتدي من الأول في حتة تانية، ممكن تلاقي مثلا ده تضيع عمر بقى يعني. أنت بقى ده ساعتها ممكن تتكلم في الأوتونفس أنك أنت تتعلم مع نفسك مش عارف. لكن لو أنت قدامك فرصة لسه ولسه تعتبر طالب في أول الدراسة أو كده، خلاص ممكن تشوف حاجة تانية. اتعلم تكنولوجي ولا بروبلم سولفنج لحد الجامعه؟ تاني ما تاخدش اختيارات صفريه يعني. لما تلاقي نفسك دايما بتقول ده ولا ده والاثنين حاجتين صح، لان حاجتين ما فيهمش خلاف عنهم حاجات صح، يبقى انت غالبا بتاخد اختيار غلط. محتاج توازن اوكي، محتاج انك انت تتعلم بروبلم سولفنج عشان ده اللي هتتعلم بيه تكتب كود كويس، وانك انت يعني تبني المهارات الاساسيه بتاعت البروجرامنج بتاعتك. فرصه انك تكنولوجي عشان تعرف تكتب الكود بتاعك ده وعايز تعمل مشروع مش عارف ايه، ما ينفعش ده او ده يعني. ما ينفعش انك كده تقول لا انا هرمي كل البروبلم سولفنج واشتغل تكنولوجي بس. لما في الاخر كده هتشتغل ايه او هتشتغل يعني دماغك مش هتبقى مفكره صح، او العكس برضه ما ينفعش. فلازم توازن. هو حد برضه بيسال في موضوع التكنولوجي، ازاي اقسم وقتي ما بين الكومبيتيتيف بروجرامنج واني اذاكر للكليه واذاكر التكنولوجي مش عارف ايه. التكنولوجي اسهل وقت تذاكرها فيه وانت عندك مشروع بتنفذه يعني. مثلا انت عندك بتدرس مثلا دلوقتي في الكليه وعندك مشروع في ماده من المواد محتاج مثلا انك انت تعمل مش عارف ويب ابلكيشن ولا حاجه اوكي، ساعتها ممكن تذاكر شويه ويب يعني. الموضوع مش مأساة يعني، هتاخد لك اسبوعين 10 ايام ولا بتاع، تعرف الليله عامله ازاي وتتعلم وتشتغل شويه وتخلص حاجه اوكي. وانت عندك مسابقات بتدرس فيها بتشتغل فيها، عندك حاجه تانية في الجامعه بتدرسها. فاللي هو ما تكبرش الموضوع على نفسك قوي يعني، بس في نفس الوقت ما تضيعش كل حاجه يعني. ما ترميش حاجه من باب تقول خلاص انا مش بعمل حاجه فلانيه. حد لما تخش مشروع مع حد يبقى هو اللي يعني، طب ما انت كده ما بتتعلمش. فحاول دايما انك انت توازن. ولما نفسك انترستد في حاجه ومثلا انت ذاكرت شويه ويب عجبك الموضوع، دوس فيه شويه كمان، ايه المشكله يعني؟ مش هتخسر حاجه بالعكس هتتعلم. فاللي هو ما يعني ما تقللش فرصك يعني تعلم وتعلم كل اللي تقدر عليه. انت دلوقتي في المرحله دي يعني، انت في الجامعه دي مرحلتك، مش حاجه ثانيه غير انك بتتعلم، فما تستخسرش التعليم في نفسك يعني. هو الماشين ليرنينج شغلها كويس ولا ملهاش شغل؟ هي اكيد ليها شغل كويس وشغلها كويس وجميل وكل حاجه، والعكس الناس مطلوبه جدا يعني. وهي طبعا سوفت وير يعني، مش هارد وير يعني. هل الجي بي اي بيفرق في الشغل بره؟ وايه هو قال الجي بي اي كويس لو بيفرق؟ بص هو الجي بي اي نفسه كرقم ما بيفرقش اوكي، بس هو لازم الرقم ده يكون مترجم يعني. يعني لو انت طالع من الجامعه معاك جي بي اي ده تعبان
وتعبان علشان انت اصلا مستواك اي كلام, فساعتها هيفرق عشان مستواك اي كلام مش علشان الجي بي اي هو الوحش. اوكي, فممكن يكون مثلا واحد هو كان بيتمرن في الصيف وبيذاكر وبيعمل على قد ما يقدر, بس ما جابش جي بي عالي قوي, يعني جابش بي متوسط عادي, يعني جاي زي اللي هو مثلا جاب مثلا جيد ولا جاب جيد جدا, ما جابش حاجه رهيبه يعني, ما جابش مثلا امتياز مثلا, او حتى جاب مقبول, بس مش دي مشكله يعني, يعني بس هو كويس يعني, يعني يجي منه زي ما بيقولوا خلاص مش مشكله, خلاص الجي بي ما حدش هيبص عليه قوي يعني, ما دام يتكلموا معاه يعملوا اختبارات بيعدي وبيعرف مهاراته كويسه وكل حاجه وفاهم يعني. لكن ما يبقاش مثلا هو اصلا كان ساب الكليه وضربها صارمه زي ما بيقولوا, ولا بيذاكر ولا بيعمل, والامتحانات كلها شايله 4-5 مواد كل سنه, هو ده في الاخر ما الجي بي بتاعه زفت, وفي نفس الوقت هو الاتيتيود بتاعه مش اتيتيود واحد بتاع شغل يعني. فانت محتاج برضه يبقى عندك الفكره انك انت ما تمسكش في الجي بي اي كرقم, هو الاهم الاتيتيود بتاعك اللي ادى للجي بي اي ده. هل انت كنت كويس بس مربان ما فقش في امتحانات مش هابنز يعني, او مش بتبقى او يعني عملت اللي عليك بس ما ترجمش ده للجي بي اي رهيب يعني, ذاتس فاين. بس لو انت بقى لكن لو انت كنت اتيتيود بتاعك اصلا من اول سيء, ده اللي احنا يعني. قسم مدني افضل ولا برمجه؟ ما اعرفش صراحه افضل بالنسبه لايه يعني, هو كل واحد فيهم كويس في ذاته يعني. انت عايز تبقى مهندس مدني, قسم مدني اكيد مهندس يعني, عمر الدنيا ما هتبقى مش محتاج مهندس مدني, ده يعني شيء مفروغ منه, ما شاء الله عليهم بيشتغلوا كويس, بيشتغلوا كل حته وبيكسبوا كويس كل حاجه. هل انت عايز تشتغل مدني ولا عايز تشتغل برمجه؟ دي حاجه ترجع لك انت. بالنسبه للديتا ساينس ممكن تستفاد من الكليه ازاي؟ في الكليه غالبا لو انت بتتكلم في كمبيوتر ساينس فانت هتتعلم برمجه, which is really important. لو انت هتشتغل داتا ساينس هتتعلم حاجات زي قواعد البيانات, حاجات زي probability statistics, math طبعا, كل الكلام ده بيخش في داتا ساينس. لو درست مثلا ماشين ليرنينج او كل ده بيخش في داتا ساينس, فكل بالعكس ده يمكن دي احسن وقت تدرس فيه الكلام ده, لانك انت صعب قوي بعد ما تتخرج لو انت ما درستش الكلام ده في جامعه او ما اهتمتش بيه, انك انت بقى تطلع تدرس الكلام ده كله مع نفسك لوحدك صعب جدا. طب انا في كمبيوتر ساينس في اخر سنه وبالنسبه لي في بعض المواد بحد بيحس ان انا نسيها, اتعامل ازاي مع ده؟ ده شيء طبيعي كلنا بننسى, وكويس انك انت جبت سيره اللي هو ام اي تي اوبن كورس وير اللي هو ام اي تي او سي دبليو, ده ممتاز, ده ريسورس ممتاز جدا لو انت عايز تراجع يعني. انا دلوقتي مثلا بقالي كتير ما بصيتش في الجوريزمز, هبص على الكورسات بتاعتهم, هتلاقي مثلا في كورس الجوريزمز بتاع الديفكشن الجوريزمز, كورس ممتاز, نقعد تراجع مفيش اي مشكله. كلنا بننسى يعني, مفيش حد هيطلع من الكورس اول سنه بعد الكورس زي تاني سنه زي تالت سنه زي رابع سنه زي 10 سنه, لازم تيجي عند نقطه كتير وتحتاج ترفرش, ده ما فيهوش مشكله خالص يعني. ودي ميزه بتاع الحاجات اللي هي السيلف ستادي او الكورسات الموجوده اونلاين, انك انت بقى ترجع تراجع الكلام ده لو عايز, مش اي مشكله يعني. هل التركيز على التقديرات في الجامعه بيقلل من العائد العلمي الفعلي من حيث انه بيخليني اعمل مطلوب مني بس في مشاريع؟ والله يا ادونو اعتقدش يعني, اعتقد ان هو بيبقى يعني مفيش حد بيبقى مركز في التقديرات, بمعنى اللي هو ايه, او جايز يكون في انا ما اعرفش يعني, اللي هو مثلا الماده دي من يعني مثلا المشروع ده من 10 نمر بس الامتحان ده من 90, فانا مش هخش في المشروع قوي يعني, هعمل اللي دوبك اللي يكفي ناخد ال 10 نمر وبعد كده اركز اكتر في الامتحان. غير ما هتلاقي البني ادم اللي الهدف ونجيب ال 100 على بعض, هو اصلا perfectionist بالمعنى ده, اللي هو مش هيسيب حاجه يعني, هو هيدي كل الوقت اللي مطلوب عشان ياخد ال 10 نمر هنا, وياخد كل الوقت المطلوب هنا عشان ياخد ال 90 نمر هنا, او وات ايفر الرقم هنا, مش هياخدها بمعنى ان هو نظام ايه دول 10 نمر مش مهمين فانا هاخد ال 90. غالبا هتلاقي اللي عنده الاتيتيود ده اللي هياخد ال 10 هياخد ال 90 اوكي يعني. فهو انت بالعكس الناس اللي بتبقى مركزه قوي في الدراسه وعايزه تجيب احسن تقديرات غالبا هتلاقي مركز كل حاجه يعني, مش عايز ضيع حاجه من ايده. هتستخدم ازاي الماثماتكس في الكمبيوتر ساينس؟ هو ايه اصلا في الكمبيوتر ساينس مش ماثماتكس؟ ده انت بتعطس هتلاقي ماثماتكس يعني. انت لو بتشتغل في الحاجات زي السيميليشن او بتشتغل حاجات زي جيم بروجرامنج مثلا, جيم ديفلوبمنت, وكان معانا قبل كده حلقه جميله قوي عن موضوع الجيم بروجرامنج, الماث يعني والكلام ده في كل مكان فيه.
اوكي حاجات زي الماشين ليرنينج وزي الاي اي والكلام ده الماث يعني من كل اتجاه بالذات حاجات مواضيع زي ديسكريت ماثيماتكس زي لينير الجبرا زي الكالكولس مواضيع مهمه جدا بالذات لو اشتغلت داتا ساينس مش البروبابيليتي والستاتستكس كل ده ماث فما فيش مجال انك انت تقول يعني حاجه في الكمبيوتر ساينس مش عارف تعمل ماث فيها ايه هتستخدمه امتى انا في علوم حاسب واخد كميه مواد رياضه بطريقه غير غريبه جدا طيب ما انا ما اعرفش بصراحه علوم حاسب عامل يعني انا هنا مفترض انك بتتكلم عن كليه علوم قسم حاسب مش كليه حاسبات ومعلومات مثلا واعتقد ان بقى فيه كميه ماث مش قليله يعني بس يعني انا اللي اعرفه مثلا اشتغلوا شغالين داتا ساينس والكلام ده اغلبهم يعني كانوا خريجين علوم قسم يا اما قسم ماث قسم يعني رياضيات او قسم حاسب فممكن ده يكون مفيد في الاخر الماث عمر ما كان مش مفيد يعني اه ساعات لو اتخذته كده ان ايزوليشن بيبقى دراي كده او يعني جاف كده وتحس ان الموضوع مش قادر تربطه بالواقع وده يمكن من مساوئ تعليم الماث لوحده كده فيمكن ده الحته اللي الانجنييرنج بيبقى فيها لطيف شويه انك انت لو بتدرس الماث الانجنييرنج غالبا بتاخد معاه تطبيق وبيبقى واضح قدامك لكن ده لا يعني ان دراسه الماث لاجل الماث بس دي مش حاجه وحشه يعني ده شيء حتى في التاريخ يعني بتاع الرياضيات ان في ناس هدفها تدرس الرياضيات لمجرد انها بتدرس الرياضيات مش لازم يكون التطبيق مهم دلوقتي ممكن التطبيق يجي بعدها ب 100 سنه يعني حاجات كتير جدا ناس تكلمها نظريات في الرياضيات وكل حاجه ومحدش عارف هي هتستخدم في ايه بس الناس عملتها وبعد كده بعدها زي مثلا الايماجينري نمبرز مثلا حاجات كده اتعملت يعني لمجرد انها ممكن نعملها بالماث ومحدش كان شايف لها تطبيقات غير مثلا بعدها ب 200 300 سنه لما بقت بتطلع في الكهرباء وتطلع في الالكترونكس وتطلع مش عارف ايه في كل حته فالقصد ايه انك انت ساعات بالذات لما بتتكلم في كليه علوم لما بتلاقي ان هم بيدرسوا الرياضه كتير هو مش هدفهم يديك تطبيق يعني كليه علوم باي ديفينيشن مش هدفها تطبيق فانك تدرس علوم تدرس فيها رياضيات بحته يعني ماشي بس انا عارف ان ده ممكن يكون فرستريتنج لحد بيدرس فعلا ف يعني حاول بقى انك انت تدور على التطبيق مع نفسك حاول انك انت تظبط ايه الفرق في قناه كانت حلوه لو انت عايز موضوع الرياضيات ده اسمها 3 بلو 1 براون اعتقد 3 بلو 1 براون على يوتيوب ميزتها في الحته دي انها بتديك العلوم الرياضيات اللي هي اللي انت عارفها شايفها بحته دي وتربطها قوي بالتطبيق وكمان بتشرحها بطريقه جميله فلو عايز تبص على القناه بتاعت 3 بلو 1 براون قناه ممتازه الايام دي بيشرحوا الديفرنشال ايكويشنز بيعملوا شغل عالي يعني هل حضرتك اخدت كورسات اونلاين وتعلمت كتير مع نفسك في البيت ولا كنت بتفضل تروح كورس انا عملت كل اللي انت كنت ممكن تقول يعني خدت كورسات في مراكز زمان اخدت كورسات مع نفسي بدأ حاليا طول الوقت لو في حاجه بذاكرها مع نفسي فكل يعني تاني كل اللي تقدر عليه اعمله اللي عندك وقت خد ان بيرسون بالذات لو انت عارف ان المكان ده كويس مثلا والانستراكتور كويس وبتاع يعني انا اللي خلاني ابطل اروح كورسات في مصر بعد فتره معينه ان الانستراكتورز ما كانوش كويسين او على الاقل ما كنتش بلاقي فيهم اللي انا عايزه كنت بدور اونلاين ولا اللي انا عايزه خلاص فمحتاجش اعمل تاني بس في الاول ممكن ده يكون كويس بالنسبه لك يعني. ازاي اقدر اختار فكره مشروع تخرج انا في فيديو عامله عندي على اليوتيوب شانل اللي ممكن تلاقيه لو دورت عليه عن ازاي عن السؤال ده بالظبط ازاي تلاقي فكره مشروع تخرج فدور عليه هتلاقيه محمد زتون انا اوريدي جاوبت على السؤال ده فمش لازم تعيده 100 مره يعني السوق اتضرب في مصر وبقى محتاج صناعيه مش ريل ديفلوبرز والله ده رايك يعني ما اقدرش الله عليك خرجت السنه دي بس مش حاسبات وفاكره اقدم حاسبات السنه الجايه في اي جامعه خاصه متردد شويه والله بص حسب يعني لو انت قادر يعني بما انك انت خلاص خلصت جامعه يعني بتخرج من جامعه الله اعلم يعني انت مولتش انت في جامعه دلوقتي وتخرجت وكل حاجه مش لازم تيجي جامعه من الاول يعني 4 سنين او 5 سنين ده مش حاجه قليله يعني
فانت ممكن ما دام خلاص دي مرحله وعدت, يعني اعتبر المرحله بتاعت اللي هي الجامعه بالنسبه لك خلاص خلصت, لو انت قادر تكمل مع نفسك تدرس بقى مع نفسك ممكن تاخد شويه حاجات تانية, ممكن تاخد مثلا حاجات ابسط شويه بدل ما تاخد جامعه اندر جراد من الاول, يعني مثلا في حاجات زي بتاعت معهد الاحصاء مثلا, دكتور من معهد الاحصاء ممكن لو انت عايز تدرسها مع الجامعه بيبقى فيها شويه يعني حاجات بسيطه من كمبيوتر ساينس, ممكن يعني تحط لنفسك جدول مثلا ومثلا كل سنه تدرس مثلا موضوع او اتنين بحيث انك انت على مدار مثلا 5 6 7 10 سنين تبقى درست كتير حاجات مختلفه, مثلا منهج زي بتاع اللي هو الاوبن يونيفرسيتي ده اسمه ايه, حابب ادور عليه اللي هو بتاع اوبن سورس يونيفرسيتي حاجه زي كده, فده ممكن تاخده كمنهج وتمشي معاه على ياخد زي ما ياخد يعني, لكن الاهم دلوقتي انك انت تحاول ترتب نفسك لانك انت تبي تشتغل لو انت عايز تركز في انك انت تشتغل في الكمبيوتر ساينس او تشتغل في الاو دي شارت في المجال بتاعنا يعني. Did you hear our Maharishi University program and what do you think of it? I came to موضوع كده موضوع Maharishi ده. هو هي جامعة Maharishi دي جامعة في أمريكا هنا تقريبا مش عارف أيوة باين ولا فين. بتعمل ماستر بروجرام يعني. الناس من العالم كله بتقدم فيها وهي بيبقى هدفها إنها تدخلك البلد تدخلك أمريكا يعني بشكل legal إنك أنت بتبقى داخل على student visa اللي هي الـ F1. فول تايم ستودنت وبتدرس ليها مثلا اول فتره مش عارف حوالي 7 شهور او حاجه كده, وبعد 7 شهور بيبقى ليك قانونا حق انك انت تنزل تدريب تشتغل يعني تشتغل تدريب, هما بيساعدوك انك تلاقي تدريب واسمه ايه ده, ولما بتبتدي تشتغل في التدريب ده بتبقى تكسب فلوس تدفع لهم المصاريف بتاعت الدراسه, وهم كمان بيدوك قرض تاني, فكره اول ما اتكلمنا خالص ان اغلب الجامعات هنا في امريكا بفلوس كتير فبتحتاج قروض. الو تمام. تاني الموضوع مهريش يعني, فهو بيديك قرض في الاول او يعني بيتفق معاك انا هديك قرض مثلا دراسه مثلا سي 30000 دولار على انك تسدده مثلا على فتره معينه بفوائد معينه وهكذا, وهو بيساعدك تيجي البلد ويديك ويساعدك تاخد الفيزا ويساعدك تدور على شغل في الاول كتدريب, وبعدين انت بقى بشطارتك يعني تبدا تحول الفيزا بتاعتك في انك انت يعني تروح تشوف بقى تحول من للفول تايم ستودنت تاخد مثلا فيزا عمل عاديه وتشتغل بقى في شركات وتبتدي بقى تسدد قروضك يعني دي الليله كلها يعني. مستوى التعليم نفسه مش سيء, انا اعرف ناس متخرجه من مهريشي وكانوا ودرسوا كويس جدا وكل حاجه, بس لو بقول لك هو الهدف الاصلي منها هي انها تدخلك البلد بشكل قانوني. فدي اللي بقى سواء انك تاخد الخطوه دي ولا تاخدهاش دي حسب انت يعني التولرنس بتاع الريسك تولرنس بتاعك عامل ازاي, هل انت بالنسبه لك دي حاجه ممكن تعملها انها هيبقى لها ضغط نفسي شويه ولا لا. لو انا في سنه اولى قسم هندسه اتصالات القاهره وحابب احول حابه مجال السايبر سكيورتي احول قسم حسابات وضيع السنه ولا اكمل التعليم وتكنش في الصيف؟ بص هو السايبر سكيورتي مش مجال هتدرسيه في هندسه حسابات اوكي يعني او حتى في كمبيوتر ساينس يعني ده في حد ذاته مش مجال يعني هتخش تتعلمي جوه يعني ان هو في الاخر في حاجات كتير جدا تتعلمها قبل ما توصل لمرحله انك تشتغل في السايبر سكيورتي, فهو لو انت هدفك تشتغلي في المجال بتاع الكمبيوتر سوفت وير والكمبيوتر عموما يعني ماشي خدي خطوه انك تحولي هندسه حاسبات لان الاتصالات بعيد قوي عن المجال بتاع الكمبيوترز عموما يعني الاتصالات الليله اللي اكيد انت ادرى مني بيها يعني اللي بيدرسوه في اتصالات اعمق بكتير في مجال الاتصالات بياخدوا طبعا شويه حاجات اللي علاقه بالبروجرامنج عشان الامبيدد سيستمز ومش عارف ايه وبيشتغلوا برضه في حاجات ليها علاقه بالالكترونكس والامبيدد سيستمز بس طبعا مش بنفس التعمق في مجال السوفت وير او مجال الهارد وير في الحاسبات. فلو انت عايز تدرس الكلام ده كتاهيل ليك ايفنشوال تشتغل في السايبر سكيورتي فده ماشي, لكن لكن مش بالتالي يعني حط خلي توقعاتك واضحه من الاول انك انت لما هتروح هندسه حسابات مش هتدرس سايبر سكيورتي اوكي ولا كده هتحبطي يعني مش اللي بيدرسوه جوه يعني.
مشروع التخرج في مجالنا بيفرق بعيد، مش عارف ايه بعيد بنسبه كبيره. هو مشروع التخرج مهم جدا لاسباب كتير. اولا طبعا ده بالنسبه لك دي احسن فرصه تثبت فيها نفسك، يعني انك انت بقى عندك فكره وتنفذها من اولها لاخرها، بقى تطلع فيها مجهودك وكل حاجه وتتعلم وتتمرن وتشتغل وهكذا. وبالنسبه لاول شغلانه ده بالهم السبب الثاني، انك انت لو كنت تشتغل او تقدم على شغل في اول حاجه، غالبا اول سؤال هيسالك فيه هو مشروع التخرج، لان هو ما عندوش حاجه ثانيه. يعني هو هيكلمك اقعد شويه وانت بتحب ايه ومش بتحب ايه، ويسالك كام سؤال تكنيكال وبتاع، بس هو عايز يشوف مشروع انت اشتغلت عليه، فانت ما عندكش غالبا خبرات سابقه، فهو ما عندوش حل ثاني غير يتكلم مشروع التخرج. فانت لما عندك مشروع تخرج تقعد تتكلم عنه وتقدر تشرح كان بيشتغل في ايه، لو قدرت توريه له كمان يبقى ممتاز. فدي بتبقى فرصه كويسه جدا انك انت تتمرن على الموضوع ده، غير طبعا انك انت في موضوع تخرج بتشتغل في الفريق، ما بتشتغل مع في مشرف عليك ومش عارف ايه، دي حاجات كتير تقدر تقول عليها كده بروفات. لما بتيجي تشتغل في شركه او في فريق وعندك مدير وعندك نفس الجو، فانت فانك انت تستغل فرصه مشروع التخرج ده شيء مفروغ منه، يعني ما تضيعش الفرص دي منك. ايه رايك في موضوع في موقع جيكس فور جيكس؟ موقع رائع صراحه. يعني انا لما بخبط فيه بالصدفه وانا بدور على حاجه مثلا، فبيطلع لي في جوجل ريزلتس، بس هو عامه سايت اسمه سايت ممتاز. يعني انا ما كنتش مهتم بالبروبلم سولف في الكليه، وحاجات اتخرجت واشتغلت في شركه، هل دي حاجه ممكن تيجي مع الوقت اثناء الشغل، ولا لازم ابدا في المجال ده عشان اسد النقص؟ والله بص، هي لو بتتكلم في بروبلم سولفنج اللي هو المسائل اللي هي زي بتاعت الاي سي ام والكلام ده، مش هتجيلك في الشغل كده واضحه وصريحه يعني. لكن هي بتنفع لو انت ناوي تقدم على شغل مثلا في شركات كبيره او كده، لان هو ده نوع الاسئله اللي بتسال في الانترفيوز. ده الهدف رقم واحد بالنسبه لاي حد بيركز على البروبلم سولفنج النوع ده. لكن كهدف ثانوي ليها او كهدف اخر ليها، انها بتديلك فرصه تتعلم الجوريزمز وديتا ستراكشرز والكلام ده بشكل كويس في اطار تنافسي يعني. وغير انك انت كمان بتكتب كود كتير، فانت بتتعلم، ده بينمي مهارات البروجرامنج عموما. يعني الهدف الثانوي ده ممكن يتحقق بوسائل ثانيه، يعني سواء انت بتشتغل دلوقتي، فانت بتشتغل بتكتب كود، بتعمل مشاريع مش عارف ايه، فانت اوريدي بتشتغل. فالجزء ده مش ممكن ما يكونش بالنسبه لك هو الهدف الاهم. يعني لو انت في ايام ناوي انك انت مثلا تشتغل في شركه مالتي ناشونال، او عايز تسافر بره، او عايز تعمل حاجه، البروبلم سولفنج ساعتها هيبقى مهم بالنسبه لك. فلو انت عايز تاخد الفرصه دي انك انت جنب شغلك وكل حاجه انك انت تبتدي تدرس وتنمي المهارات دي، ده انفستمنت مش بطال طبعا. يعني رمضان انت قاعد فين؟ انا قاعد في ستاربكس في وانا هو على 148، بس انا مش عارف هو فين بالظبط، انا بقول لك بعدين بقى. بس اسم المكان ده ايه؟ سواء انا باجي بكل مره بس بنسى الاسم. انا لسه مخلص جيش ومحتار ما بين اني اذاكر ماتيريال معينه انا محددها وبعد كده ادخل بقلب على اي انترفيو بين اقتحم على طول، وخايف احرق نفسي في اي انترفيو. خش اعمل الاثنين مع بعض. يعني خلي بالك مفيش حاجه اسمها احرق نفسي في انترفيو، لان هو في الاخر انت ممكن تخش الانترفيو نفسها 10 مرات، يعني مش مشكله يعني. فقدم ولو ما عجبك الموضوع ما مشيش، ارجع ذاكر وخش تاني، الموضوع عادي يعني، ما تكبرش الموضوع يعني. البارشال ديفرنشال ايكويشن، انا اعتقد البارشال ديفرنشال ايكويشن فايدته في مجال لاني مش لاقي اجابه واضحه. بص، هو البارشال ديفرنشال ايكويشنز او الديفرنشال ايكويشنز عموما هي مش هتلاقيها بشكل صريح كده وانت في الكمبيوتر ساينس. هتخبطها امتى؟ لو انت بتعمل مثلا سيميليشن لموشن، مش عارف لحاجات مثلا زي فلويد، مش عارف داينامكس الكلام ده. لكن انت مش هتدرس البارشال ديفرنشال ايكويشنز وتلاقيها تاني يوم. في طبعا حاجات في الاي اي مثلا في الماشين ليرنينج والكلام ده هتلاقي فيها الكلام ده ظهر، بس يعني انا الصراحه ما يعني مش استاذ في بارشال ديفرنشال ايكويشنز يعني. وانا فاكر فاهم كنت بدرسها ما كنتش مستسغي قوي ساعتها، وما احتجتهاش قوي لان انا ما اشتغلتش في مجال محتاج الكلام ده. لكن لو بتدرسها ادرسها يعني، مش هتخسر يعني. في بعض العناوين زي الفانكشنال بروجرامنج ما درستهاش في الجامعه وما عنديش عليها، ما عدتش عليها في شغلي، ما اعرفش اذا كان حضرتك اتكلمت عنها ولا لا. ايه رايك في تخصص لانك تخصص يوم وتتكلم عنها؟ ممكن، انا فاكر ان احنا اتكلمنا يمكن في يوم من الايام عن بروجرام بارادايمز عموما، وجت سيرت الفانكشنال بروجرامنج طبعا.
خلي بالك انك انت بتشتغل فانكشنال بروجرامنج وانت مش واخد بالك. يعني انت مثلا اكيد اشتغلت سيكوال, يعني اشتغلت سيكوال كتبت ستيت ماده سيكوال. السيكوال از ا فيري جود اكزامبل فانكشنال بروجرامنج يعني, بس يعني هيدن يعني انت ما تاخدش بالك انك انت بتشتغل فانكشنال بروجرامنج. بس عموما يعني ده موضوع مهم ممكن نبقى نتكلم فيه, محتاج شويه يعني تحديد شويه, بس ما فيش مشكله يعني ممكن نتكلم فيه لو الناس عايزه. كليه حاسبات وباخد مواد مالهاش علاقه بالمجال بتاعنا, ليها علاقه بتعمل القرار وكلها حفظ صم. للاسف مش بذاكر المواد دي كويس عشان بذاكر حاجات تانية مثل ال بي و ام ال, بس طبعا مش ماشيين مواد الحفظ دي وتبقى اتيتيود وحش. هو مبدئيا انك اتيتيود انك تشيل مواد ده اتيتيود وحش. انا شخصيا ما بحبوش. يعني انا شايف ان من حقك انك انت في مواد ما تبقاش عاجباك ومش قادر تصيغها, بس على الاقل انجح فيها. كلنا كان عندنا المواد بالمنظر ده. انا فاكر في الهندسه مثلا كنا بندرس ثيرموداينامكس, حاجه من الماده ما عمري ما كان ليها لازمه في حياتي يعني, اوكي, وجبت فيها مقبول بالعافيه يعني, بس على اللي عديت منها يعني. بالعكس يعني اللي بيخلي الموضوع اسوء انك انت الماده مش عاجباك وكمان بتشيلها تدرسها تاني بعد كده يعني, اخلص منها ده اللي قصدي عليه. فاللي هو اتعود, وفي حياتك هتلاقي حاجات من دي كتير يعني. انت بتشتغل ممكن تلاقي لك مثلا تاسك انت مش عاجباك, مش معنى كده مش عاملها, ما لسه تعمل, اوكي. فالاتيتيود بتاع انك انت لما يجبنيش ارميه خالص لدرجه انه يفشل, ده الاتيتيود الوحش. ممكن تبقى بتديله لور برايورتي ودوبك البير مينيمم ماشي, لكن انك انت كومبليتلي ترميه خالص لدرجه انك انت تبقى بتشيله ومش عارف ايه, ده اللي مش حلو. لو عندك ريسورس للاركتكشر ديزاين باترنز, في طبعا كتاب بتاع مارتن فاولر بتاع الانتربرايز اركتكتشر باترن, ده كتاب مشهور قوي يعني, ده يمكن او عايز تبتدي بيه يعني. الاخطاء الشائعه المتكرره بين الخريجين او الطلاب وتلبسهم في الحيط. بص, هو طبعا انا ما اقدرش اقول لك ان انا ما اقدرش اعرفهم كلهم, بس في حاجه الواحد عرفها بعدين, اغلب الناس بتفتي, اوكي. فلما حد يتكلم معاك في موضوع, سواء حتى يعني ممكن اعتبرني بفتي حتى, اوكي, ما تاخدش كلام الناس على انه حقائق مسلمه بيها. يعني ممكن حد يديك فكره غلط عن موضوع, يعني مثلا يقول لك مثلا اللغه الفلانيه دي لغه زباله يا عم ومحدش فاهم فيها حاجه ومش عارف ايه. انت لو خدت الكلمه دي وحطيتها في دماغك وخدتها كمسلمه, ممكن تضيع عليك سنين من عمرك, لانك انت من كتر ما الكلمه دي تملكتك او الجمله دي تملكتك ما بقتش بتبص في الموضوع ده خالص, وتيجي بعد سنين طويله تكتشف ان الكلام ده كان غلط, بس انت ضاع منك وقت. فخدك اسمع الكلام وارغي وكل كلام, مفيش مشكله, بس دايما حاول تحمي نفسك من الانطباعات اللي تاخدها جاهزه من حد تاني, اوكي. ودي هتخبط فيها في الشغل, هتخبط فيها في الناس اللي بتقابلهم, هتخبط فيها في حاجات كتير قوي. حاول تحمي نفسك من الموضوع ده, لان ده ممكن يضيع عليك زي ما قلت, ضيع سنين من عمرك انك انت في باب بحاله انت ما دخلتوش علشان في حد قال لك ان اللي وراه حاجه مش لطيفه, انت ما تعرفش, فاهم. فادي لنفسك الفرصه انك انت تختبر الحاجات بنفسك يعني, بالذات لو انت اللي شايف قدامك ده غالبا ما عندوش الكريدز او الكابابيلتيز اللي يخليه اصلا يديك راي متكامل, او بيديك حاجه انطباع شخصي كده, فده مش حاجه تقدر تاخدها كنصيحه يعني. اتكلمنا في موضوع الفروق ما بين الجونيور والفريش والسينيور كان كتير قبل كده, فانا صراحه ما اشتغل يعني. ممكن ترجع لفيديوهات قديمه هتلاقي الكلام ده كتير قوي. منهج اي تي اي مهمه لو عايز اعمل كارير شيفت ولا ادرس محتوى؟ طبعا منهج اي تي اي مهمه جدا لو انت فعلا عايز تعمل كارير شيفت يعني. دي من الوسائل اللطيفه جدا لو حد مثلا سي خريج تجاره, خريج اداب, خريج حقوق, خريج وات ايفر, حتى لو خريج كمبيوتر ساينس وحاسس ان هو مثلا ما استفادش قوي من الجامعه ومحتاج ريفريشر, الاي تي اي تي اي منحة ممتازة جدا بصراحة. Open Source Society University اعتقد اللي هي OSSU. عشان حد بيقول لي في فيديو في حتة والتعليقات في حتة, علشان بس انا متأخر عن التعليقات يعني. انا اعتقد ان في ناس, انا باخد وقت عشان ارد على التعليقات, فطبعا التعليقات غالبا تحت بتتكلم في حاجات تانية خالص. انا اسف, انا بحاول والله ان انا اجري على قد ما اقدر. اعمل ايه عشان ابقى برومو سيرفر كويس؟ تدريب 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 تدريب, تدريب.
يعني انا شخصيا ما كنتش بخش المسابقات التدريب مسابقات الكومن سولد والكلام ده على ايام ما كانتش منتشره قوي, لكن اللي اعرفهم كانوا كويسين فيه, كانش بيعمل حاجه يعني, كانوا بيدرسوا بيتمرنوا وبيعملوا كتير جدا. فهو تدريب في حاجات كتير, مفاهيم كتير مش هتيجي غير بتدريب. يعني حاجات مثلا زي الديناميك بروجرامنج مثلا, لما لو سالت اي حد كويس في الديناميك بروجرامنج وانت ازاي بقيت كويس في الديناميك بروجرامنج, غالبا هيقول لك ان بالتدريب. مفيش حاجه اهي تكليك فجاه من كنت التدريب. فهي حاجات دي كده انك انت محتاج تدرس طبعا الماده النظريه وتتعلم مع حد وتشتغل كتير بيدك لغايه ما الحاجه لغايه ما الحاجات اللي في مخك دي تركب مع بعض صح, ملهاش حل اخر يعني. وانا اقدر اجمع بين ميكاترونكس وامبيدد سيستم وسايبر سيكيورتي في نفس الوقت, الموضوع مش هينفع قدام والله. كل مجال من دول مجال كبير لوحده يعني, فمعرفش بقى الصراحه يعني. هو اغلب الدنيا ما بتبقاش يعني انت شغال في مجال بمعزل, انت غالبا بتبقى في النص ما بين الحاجات يعني. فيعني ما تاخدهاش في بالك قوي انك انت لازم اجمع ما بينهم, انت حاول تاخد فكره وتشتغل يعني. بس يعني الموضوع صعب. هو السفر لامريكا من مصر صعب, اصل حاولت اقدم تدريب في شركات كتير هنا بس ما اتقبلتش خالص, كانت تقول ان اوروبا اسف في الفيزا والاجراءات الامريكيه. طيب هو موضوع السفر لامريكا ده محتاج وقت طويل, وانا قدامي مثلا بالظبط 5 دقايق 10 دقايق. بص هو في كذا سك يعني, لو انت لسه في الجامعه بتقدم على انترنشيب في شركه كبيره, السفر سهل في الحاله دي لانك انت بتاخد في ستودنت فيزا, مش ستودنت فيزا, انترن او تريني فيزا اسمها جي 1 حاجه كده, دي بتبقى سهله انك تاخدها وما فيهاش مشاكل كتير. فدي على الاقل بتدخلك البلد في الاول وبتاخد فرصه الخبره بتاعت التدريب ومش عارف ايه, وبعد كده ممكن الشركه تقدم لك على الفيزا الاعلى منها اللي هي الاتش 1 بي مثلا او كده. الفيزا بتاعت العمل هي اللي بتبقى فيها مشاكل اللي هي زي الاتش 1 بي, لانها بيبقى عددها محدود وعليها قرعه ومش عارف ايه, فبيبقى فيها مشاكل كتير في انك انت اسمه ده تكواليفاي لواحده منهم. فعلشان كده محتاج انك انت تبقى فيها شويه نصيب من عند الله يعني, ما تجيش لوحدها. في بقى الدول الثانيه سواء مثلا زي كندا, زي استراليا, زي المانيا, مش عارف ايه, ما عندهمش الريستريكشنز الكتير دي, فبتبقى فعلا الفيز هناك اسهل. فطبعا فالقصد من الموضوع ايه, لو انت ناوي تسافر ما تركزش في بلد واحده, قدم في كل حاجه واللي يجي بقى يعني. ما تقولش عشان امريكا مثلا صعبه مش هقدم فيها, لا قدم فيها كمان, وكندا قدم, وقدم في استراليا, وقدم في المانيا, وقدم في ان شاء الله روسيا, قدم في اي حاجه لحد ما حاجه تيجي. احنا اتكلمنا عن حد بيسال عن موضوع الفريلانس, كنا عملنا قبل كده اتكلمنا عن فريلانس في البودكاست قبل كده, هتلاقيه على اليوتيوب شانل, دور على فريلانس اس ديفلوبر فريلانس هتلاقيه. كاتش اكون ابو اخيرا يعني, جبت اخر الكومنتس في سابقه يعني. الناس اللي بتسبام يا جماعه, ينفع سبامينج, انا ببلوك غالبا اللي هيسبام ببلوك. انا فعلا انا يعني انا عمال نفسي جدا, يا اما سؤال جاوبت عليه قبل كده, يا اما سؤال بيتكرر كتير, انا والله بعرف اقرا يعني. من خلفيه ميكانيكا وحابب الكارير بتاعي يكون في الانرجي انفورماتكس, شايف فيه انا صراحه ما اعرفش دي شايفه كمان مره اسمع اصلا عن الانرجي انفورماتكس, يعني ده جهل مني انا ما اعرفش, بس يعني ده انت اكيد قادر يعني. ممكن حضرتك تقترح ايه الخطوه اللي بعد مذاكره البوينت كور؟ بعد اي مذاكره لازم تنفذ اللي ذاكرته, ده دي اول خطوه لازم تعملها. انك انت انا ذاكرت البوينت كور مثلا يبقى وعايز اتعلمه يبقى اعمل مشروع, الخطوه اللي وراها على طول يعني, مشروع كويس يعني. لما كنت ممكن تذاكر اسم ذاكرت كده بعد كده عدى اسبوعين انسى كل الكلام انت ذاكرته, فلازم تشتغل بايدك كتير. لو هبدا في فريم ورك ابدا بانجلر ولا فيو ولا رياكت؟ كله زي بعض, ابدا باللي انت عايزه. راي حضرتك في الناس اللي بتقول ان نو سيكوال هو المستقبل ويحل محل السيكوال؟ يعني غالبا بس يعني مش ما بحبش احكم على الناس, بس هم القصد عليهم بس خبرتهم قليله يعني, الدنيا معقده كتير عن ان هو يا ده يا ده تاني خريجات السفريه دي. ده ليه استخدام وده ليه استخدام. نو سيكول ده يعني نو سيكول دي مش حاجه, مش داتابيز واحده يعني. نو سيكول ده
يعني تقدر تقول كده سبيكترم من الداتا بيزز او من الداتا ستورز, من حاجات اللي هي الدوكيمنت ستورز والديكشنري اللي الحاجات زي الكاشينج وزي الحاجات اللي هي مثلا ديستريبيوتد هاش تيبلز زي مش عارف ال يعني بلاوي كتير زي البيج داتا كل ده انستراكشر داتا داتا بيزز والكلام ده والسيكوال طبعا اللي هو التراديشنال او دي بي ام اس اللي هو الاونلاين اللي هي الداتا بيز العاديه الداتا بيز مانجمنت سيستمز يعني كل واحد منهم كل نقطه في السبيكترم دي ليها اهميه ليها بيست يوز كيسز والكلام ده يمكن اللي هي اهم حاجه في الداتا بيز العاديه اللي هي السيكوال الطبيعيه هي الحاجه اللي بيسموها الاسيت بروبرتيز اللي هي ECID asset properties دي يمكن الحاجات المهمه جدا اللي هي بتتمحور حواليها حاجات زي transactions وزي الترانزاكشن سكوب والكلام ده ودي مهمه جدا لو بتعمل اي financial application فانت بالنسبه لك الاسيت بروبرتيز انت عايش فيها عشان ما يحصلش بقى خساره فلوس مش عارف ايه الكلام ده لكن لو انت بتعمل حاجات تانية ممكن نفسك انت مش محتاج asset properties ممكن الين على حاجه تانية علشان مثلا محتاج performance اكتر محتاج ريد مش عارف اكتر واسرع فعشان كده بقول لك كل واحد منهم ليه استخدام وحسب انت بتحتاج ايه ولو انت غالبا لو انت لسه مش عارف انت ايه اللي هتحتاجه اكتر فاختيار الاعمل بيبقى السيكوال ممكن لايف عن دوت نت كور غالبا لا انا ما بعملش قوي الصراحه يعني حاجات عن تكنولوجيا وبعينها يعني لان انا مش مشكله قوي يعني التكنولوجيا مش محتاجه حاجات من دي اتكلمنا في الاي اي والماشين ليرنينج والكلام ده اتكلمنا كمان على اسئله اتعلم كلاود من اتجاه الانفراستراكشر ايه راي حضرتك في المجال ده وهل متاح لي وظائف في مصر هو ده يعني اقرب للديف اوبس مثلا والكلام ده احنا اتكلمنا عملنا حلقه على الديف اوبس قبل كده هو مجال مهم وممتاز وبالعكس في شغل كتير اليومين دول بالذات الناس بت مثلا فاهمه الموضوع كويس مثلا متميز مثلا في حاجات زي اي دبليو اس او ازر او ازر او كلاود او جوجل كلاود او فاهم الليله عموما يعني ازاي يقدر يديزاين الانفراستراكشر والكلام ده ده ممتاز يعني لو انت بتحب المجال ده فده اعتقد ان مش مشكله يعني ان شاء الله تلاقي شغل كويس يعني طيب انا مصبت قدامي خمس دقايق كده انا لو معايا بايثون دلوقتي وعايز اخد حاجه قريبه من الماشين دلوقتي زي سي او سي بلس اخد اني فيهم بص هو ما اعرفش يعني هو مش هدفها انك تجمع لغات يعني سواء سي او سي بلس بلس مش هتفرق قوي السي ابسط يعني لو عايز تدرس حاجه لوور ليفل السي ابسط بكتير من السي بلس بلس المفاهيم اللي فيها قليله جدا عن السي بلس بلس يعني مفيش بقى اوبشن انت مش الحاجات دي فلو انت عايز حاجه فيري لو ليفل يعني اغلب حتى الناس مش عارف البيد سيستم ده مصيف في الاخر C++ is too much في الليفل الكلام ده وهتفهم حاجات كتير قوي يعني C++ ميزتها انها بتفهمك حاجات في الميموري في الميموري مانجمنت في حاجات مثلا في ازاي تكتب كود يعني كومباكت وحلو وسريع وجميل وبتاع وبورتبل شغال كل حاجه فيعني فممكن لو انت عايز تدرس C ادرس C طيب اعتقد ان اغلب انا جاوبت على اغلب الاسئله والاسئله بتتكرر تاني وحاجات انا جاوبت عليها اوريدي ف ان شاء الله هحاول يعني انا ما بحبش قوي اللي هي الاوبن كويستشنز دي لان بتبقى صعب انك انت تركز في موضوع معين حاول ان شاء الله الفتره الجايه ان انا يبقى معايا مواضيع ومعايا حتى ضيوف وكل حاجه بس عشان الفتره اللي فاتت كان زي كنت عيان وكده ما كنتش قادر قوي ان انا ارتب حاجات بس ما كنتش عايز اضيع الفرصه ان هو يعني ما دام احنا عندنا ميعاد مظبوط يعني فنشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وربنا يسهل ونعرف نعمل حاجه فيها guests يعني ماشي يلا صباح الخير